السلام عليكم، معكم كابتن رامي. بنكمل حديثنا اليوم عن الحياة الصحية. لو شفنا الصورة هاي، هذا هو نمط الأكل اللي احنا بناكله بشكل عام إجمالا، هل هذا أكل صحي؟ وجدت الدراسات انه على المقياس الحامضية والقلوية اللي هو بيبدأ من صفر، اللي هو أعلى نسبة الحامضية ل 14، أعلى نسبة القلوية حسب الدكتور والبروفيسور راجنر، انه أكلنا لازم يكون 20% حمضي و 80% قلوي. طبعا تحت السبعة في المقياس هذا اللي هو الدهون والزيوت والشحوم والسكريات، كلها بيعطي وسط حمضي في الجسم، وفوق السبعة اللي هو الماء، الجذور، النباتات الجذرية، الفواكه، الخضار، اللبن، الماعز، هذا بيعطي وسط قلوي في الجسم وهو الوسط الصحي. لأنه ارتفاع مستوى الحامضية في الجسم بيؤدي إلى السرطان، بيؤدي إلى السكتات، السكري، النقرس، التهاب المفاصل، تمام، وكثير مشاكل في الصحة. وحسب الدكتور أورتو أوربريغ الفائز بجائزة نوبل عام سنة 1931، أثبت أن مرض السرطان لا يمكن بقاؤه في وسط قلوي مرتفع الأكسجين مرتفع الماء، لكنه بنتعش وبنتشر في وسط حمضي منخفض الأكسجين منخفض الماء، لأنه بتغذى على السكريات وعلى المخاط اللي بنتج عن اللي هي الأكلات الحامضية، تمام. فاحنا عندنا في شركة إدمارك العالمية لازم نوازن الجسم بين القلوية والحامضية، وعندنا احنا مشروب الكلوروفيل، واحنا عارفين الكلوروفيل هو الصبغة الخضراء الموجودة في النباتات، مسؤول عن عملية التمثيل الضوئي وعلى بقاء النبات على قيد الحياة، حيث يوفر يوفر ضوء الشمس والطاقة. والكلوروفيل بيحول الماء وثاني أكسيد الكربون إلى غذاء للنبات. واحنا عندنا في شركة إدمارك العالمية احنا بناخذ بنستخلص الكلوروفيل الخاص فينا من ورقة التوت اللي فيها اعلى نسبة كلوروفيل، التوت الابيض، تمام. وملعقة واحدة من سائل الكلوروفيل بتعادل كأنك تناولت كيلو كامل خضار وفواكه ني غير مطبوخ. وطبعا احنا بنستخدم ماكينة اللي بسموها ماكينة التناضح العكسي، اللي بتسمح اللي باعلى يعني معايير عالمية، يعني يا مرشح من الاتحاد الاوروبي او موافق عليه في الاتحاد الاوروبي، اللي بتعمل بتمنع اي ايونات او اي معادن ثقيله او اي شيء في الوصول للمي، بحيث المي تكون نقيه جدا جدا فقط مع الكلوروفيل. وطبعا اكسال الكلوروفيل عندنا احنا يعني مركز، لانه يعني كنا احنا ملعقه واحده على كوب مي بيعطي وسط قلوي رائع جدا، وكانك اكلت كيلو كامل خضار فواكه، ومين فينا بياكل كيلو كامل خضار فواكه ني غير مطبوخ، تمام. فهاي مثلا كمان صورة ثانية، طبعا بسموها ماكينة الـ ROEDI اللي هو معايير أوروبية من الاتحاد الأوروبي، بتعطي أعلى نسبة اللي هو نقاوة في المي اللي احنا بنستخدمها. أهم وظائف للكلوروفيل بتعمل توازن، بيعمل توازن حمضي بين الحمضية والقلوية، وبعزز المناعة. 2 تطهير، بيطهر الجهاز الهضمي ويساعد على تنقية الدم من شوائب السموم من الخلايا. ورقم 3 مغذي، غني بالفيتامينات والزنك والحمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، تمام. فبيعطي كمية مغذيات رائعة جدا في الجسم، وله كثير فوائد، انه بيعزز يعني الخلايا، بيعزز جهاز المناعة، بيزيل الروائح من الجلد، بيساعد على مشكلة الهضم، بيطهر الكبد، بيزالة السموم. حتى احنا بنعرف انه مثلا واحد عنده مشاكل في الكبد ولا عنده مشاكل في الكلى، بننصحه يشربه مثلا البقدونس، لانه البقدونس غني بالكلوروفيل، واحنا هذا نفس العملية، المنتج تبعنا غني جدا بالكلوروفيل. طبعا بيرفع بيعزز بوازن على المستوى الحمضي والقلوي في الجسم، بزيد كريات الدم الحمراء لانه بيحتوي على الحديد، وبيقلل من اثار التجاعيد والشيخوخه، لانه ارتفاع الحامضيه بيؤدي كمان الى يعني الى تاكسد الجسم والى ارتفاع الحامضيه، وايضا كمان لهشاشه العظام. وكمان بيساعد يعني ممتاز جدا الناس اللي ما بيحبوا ياكلوا خضار، الناس اللي بيعانوا من الامساك، اللي عندهم التهابات في الحلق لانه ممكن يتغرغروا فيه كمان، واللي عندهم اي الام حيض، كمان للمصابين بمشاكل القلب، الكبد، التنفس، المشاكل الروماتيزم والنقرس والانيميا والبشره. حتى بعض الدكاتره في الجزائر عندنا بيستخدموا الكلوروفيل في علاج الناس اللي عندها مشاكل الروماتيزم، تمام. وهي طبعا هاي كمان هاي فوائد ثانيه، صوره ثانيه للفوائد، انه بوازن الحمضيه والقلويه، بزيد كريات الدم الحمراء لاحتواء الحديد، بقلل التجاعيد، بيساعد في تفتيت الحصوه لانه بنظف الكلى، تمام، من الاملاح الزايده، تمام. وطبعا بنقي الكبد، بزيل السموم اللي هي بسبب المواد الكيماويات او الاسمده الكيماويه.